مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف التمور. عندنا اليوم رطب وتمر خصبة عصفور بالنخلة، يشتهر في البحرين ومنطقة الشرقية من السعودية. أكثر شهرة في البحرين، وهو من التمور المتأخرة، يتمتع بطعم مميز حلو بارد كثير الدبس. الثمرة كروية مستطيل قليلة متوسطة الحجم، يؤكل رطبا وتمرا، وهو لا يختلف عن التمور الأخرى المشهورة خصبة عصفور. ينضج في أواخر سبتمبر أيلول، ويعتبر آخر الأصناف في الأسواق القطيف، وقل سعره من الأصناف الأخرى، وغالبا ما يبقى في شجرة النخل لتحدى العصافير، وتجد العصافير فرصة لتناوله وهو تمر متأخر، لذلك يبقى وحيدا لهجوم العصافير. وتجد الثمرات التمرات محفرة تحفير من مناقير العصافير. وقد يكون السبب لتسمية خصبة عصفور هو هجوم العصافير أو أكل العصافير للتمر. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام.